حملة القيادة الآمنة تغطي وايد مواضيع تخص السلامة، وما تكتمل الحملة بدون لا نذكر أهم موضوع وهو لبس حزام الأمان. أغلبنا ما نربط حزام الأمان بحجة أن الحزام مو مريح ويعفس الملابس، بس بنفس الوقت كلنا ندري أن الحزام يقلل خطورة الحوادث بشكل كبير. قبل لا تلبس حزامك وتحرك السيارة، تأكد أن كل اللي معاك لابسين الحزام، وخصوصا الأطفال لازم يلبسون الحزام بالطريقة الصحيحة، سواء باستخدام الكار سيت أو البوستر سيت. وبالنهاية احرص على لبس حزام الأمان حفاظا على سلامتك وسلامة أهلك والتزاما بالقوانين المرورية.